هذه صورة حقيقية ديال أنقاض نجمة هائلة انفجرت وماتت. القلب ديال هاد النجمة اللي كان قلب ساطع في يامات الحياة ديال النجمة ما بقى دابا كيعطي حتى شي إشارة، والأدلة كتشير أنه في قلب هاد الأنقاض تصوب أحد أغرب الأجسام المعروفة في الكون، ثقب أسود. في حلقة سابقة كنا شفنا كيفاش نظرية النسبية العامة ديال أينشتاين واللي تم تأكيد تجريبي ديالها في كسوف 1919 كتنبأ بوجود مناطق في الكون اللي الضوء اللي هو أسرع حاجة في الكون ما كيقدرش يخرج منها، مناطق اللي كتحدى الفهم ديالنا لطبيعة الكون واللي كنسميوها الثقوب السوداء. في هذا الجزء غادي نشوفوا واحد من الميكانيزمات اللي كيتصوبوا بها الثقوب السوداء واللي كيطرا أثناء موت النجوم. أيه النجوم اللي كنشوفوا في السماء باش كيظلم الحال حتى هي كتدوز من مراحل ديال النشأة النشاط وفي واحد اللحظة الموت. أجي نشوفوا القصة ديال هذا الميكانيزم وهي القصة ديال أكبر بغادفير في الكون. هذا البغادفير فيه من جهة القوة ديال الجاذبية ومن جهة أخرى جميع القوى في الكون اللي تقدر تقاوم الجاذبية. بحال شفنا في الحلقة السابقة الجاذبية هنا في الأرض كتبغي تجبد الأشياء نحو المركز ديال الأرض، ولكن شنو اللي كيمنع أن جميع الحاجات اللي في الأرض ولا أن الأرض كاملة تنجذب نحو مركز الأرض؟ شنو اللي كيمنع هذا الستيلو مثلا انني اذا تلقته انه ما يبقاش غادي 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 حتى يوصل للمركز ديال الارض؟ ها ها الطبلة طبعا. وهذا الشيء بفعل واحد القوه اللي كتسمى القوه الكهرومغناطيسيه. ركزي معايا، هذا الستيلو مصوب من ذرات اللي محاطين بواحد القشره بواحد الطبقه ديال الالكترونات اللي هما عندهم شحنه سالبه، والخشب ديال هاد الطبلة حتى هو تماما نفس الشيء، عنده واحد القشرة ولا واحد الطبقة ديال الالكترونات اللي كتغطيه واللي عندها كذلك شحنة سالبة. وحنا كنعرفوا ان الشحنة السالبة مع الشحنة السالبة طبعا كيتنافروا. ملي كنقرب السطح ديال الستيلو للسطح ديال الطبلة، الالكترونات ديال الذرة ديال الستيلو كيقربوا من الالكترونات ديال السطح ديال الطبلة لدرجة انه القوة الكهرومغناطيسية هاد القوة ديال التنافر ديال السالب مع السالب كتولي كبيرة لدرجة انها كتمنع الذرات ديال الستيلو انهم يغوصوا في الذرات ديال الطبله. نفس القوه هي اللي كتمنعني انني نغوص في هذا الكرسي، وهي نفس القوه اللي كتمنع ان هذا الكرسي هذا يغوص في الارض، وهي اللي كتمنع ان الارض كامله انها تنهار نحو المركز بفعل الجاذبيه. غير هو الكتله ديال الارض وبالتالي القوه ديال الجاذبيه ديال الارض هي نوعا ما والو في المعايير الكونيه. فكر غير في كون انه انا اللي هو انسان متواضع من سكان كوكب الارض قادر انني نتغلب على الجاذبيه ديال الكوكب باكمله وبكل سهوله. ها انا كنجر هذا الستيلو الفوق والارض كامله كوكب الارض كامل كيحاول يجر هذا الستيلو نحو لتحت، انا اللي غالب. مع الاسف الفرحه ديال القوى الكهرومغناطيسيه ما كدومش بزاف، حيتاش باش كندوزو من الجسم اللي هو والو في المعايير الكونيه للجسم اللي معقول واحد شويه بحال الشمس اللي الكتله ديالها كبر ب 300 الف مره اكثر من الكتله ديال الارض، الجاذبيه كتغلب على القوه الكهرومغناطيسيه. داك القوه الكهرومغناطيسيه اللي كانت كتمنع الذرات ديال الستيلو انهم يدخلوا ولا يندمجوا مع الذرات ديال الطبله ما بقاتش كافيه. الجاذبيه في الحاله ديال الشمس هي كتضغط وكتكدس الماده بواحد الشكل اللي هو كبير لدرجه ان الذرات فعلا كيدخلوا في بعضياتهم، الذرات كيندمجوا مع بعضياتهم، كتطرى لهم واحد العمليه اللي كتسمى الاندماج النووي، لا فيزيون نوكليير. في اللقطه الجايه غادي تشوفوا صور حقيقيه ديال النتيجه ديال الاندماج النووي اللي صنعوا الانسان. في اللقطة الموالية غادي تشوفوا صور ديال الانفجار النووي اللي في كل ثانية واحدة كينتج طاقة اللي كتعادل 200 مليار مرة أكبر قنبلة نووية فجرها الإنسان. واحد الحاجة ما كيعرفوهاش بزاف ديال الناس هي ان داك القرص المضيء اللي كيبان لنا كل نهار وكيعطينا الدفء، هذيك الشمس هي مفاعل نووي عملاق انفجر بصفة مستمرة منذ ملايير السنين. في قلب هذا المفاعل النووي الوقود اللي هو اساسا الهيدروجين كيندمج وكيعطينا عناصر اثقل. في الشمس ولا في اي نجمه واحده اخرى وتماما بحال في قنبله نوويه، الانفجار النووي كيخلق واحد الضغط هائل نحو الخارج، وهذا الضغط هو اللي كيقاوم الجاذبيه وكيخلق واحد التوازن اللي كيدوم ملايير السنين
مادام الوقود موجود في النجمة. طبعا هذا الوقود ما يقدرش يبقى الى ما لا نهاية، والجاذبية طبعا راها مازالت ما كتسنى وما مشات حتى لين. وباش الهيدروجين ديال النجمة كامل كيتحول لعناصر اثقل وكيتقضى، الجاذبية ديك الساعة كتقول للنجمة صافي تقضوا لك، والنجمة كتنهار. الطبقات الخارجية ديال النجمة بشوية بشوية كيهربوا، كينفلتوا من المجال الجاذبي ديال النواة ديال النجمة، والنواة ديال النجمة كتنهار نحو المركز، كتنهار 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 حتى كتلقى واحد الضغط جديد اللي كيقاومها اللي سميتو ضغط انفطار الالكترونات، الكترون ديجنريسي بريشر. هذا الضغط ناتج على واحد المبدا فيزياء الكم كيمنع الالكترونات الشبيهه من انهم يشغلوا نفس الحيز في الفضاء ولا نفس الحاله الكموميه. النجمه كتكدس وكتضغط وكتولي ما يسمى بقزم ابيض. في الحاله ديال النجوم الكبيره بزاف اكبر من 8 المرات الكتله ديال الشمس، الضغط في النجمه كيكون كبير لدرجه ان العناصر الكيميائيه اللي مصوبه من النجمه كيبقاو يندمجوا مع بعضياتهم ويصوبوا عناصر اثقل، والعناصر الجديده حتى هما كيندمجوا مع بعضياتهم وكيصوبوا عناصر اثقل كثار، حتى كيوصلوا للعنصر الثقيل اللي هو السيليكون واللي كيبدا يندمج باش يولي عنصر اللي هو اثقل اللي هو عنصر الحديد. هذا الحديد اللي هو ثقيل كيبدا يتراكم كيبدا يمشي نحو المركز ديال النجمه، وبما انه كيحتاج لطاقه كبيره بزاف باش انه حتى هو يندمج كيبقى غير كيتراكم 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 في القلب ديال النجمه. وهنا واحد الدراما كبيره كتطرى. خلافا للجميع الاندماجات النوويه اللي كانت كتنتج طاقه نحو الخارج واللي كانت كتشد التوازن ديال النجمه، الاندماج ديال السيليكون الى حديد هو في الحقيقه كيمتص الطاقه، يعني بدل ما يفرز ضغط نحو الخارج هذا الاندماج ولا كيعاون الجاذبيه على النجمه، ولا كينقص من الضغط اللي كان كيدفع النجمه نحو الخارج. القلب ديال النجمه اللي خلى النجمه حيه لمده ملايين السنين كيتقلب ضد النجمه وكيولي كيسرع الموت ديالها. وهنا كيبداو اللحظات الاخيره ديال النجمه. في مده قصيره جدا الملايير ديال الاطنان ديال السيليكون اللي في النجمه كيتحولوا للحديد اللي كيزيد يمتص الطاقه الانفجاريه من النجمه ويحيد الخطوط الدفاعيه الاخيره ديال النجمه ضد الجاذبيه. باش النجمه كتفشل في مقاومه الجاذبيه كل شيء كينهار نحو المركز في واحد الحدث كوني رهيب. في لحظه اسرع من لمح البصر كتل هائله ديال الماده كيطيحوا كاملين بسرعه رهيبه نحو المركز. النجمه اللي كانت ديجا تكمشات والقطر ديالها كان وصل لمئات الكيلومترات كتنهار وكيولي القطر ديالها فقط 20 ولا 30 كيلومتر في جزء من 1000 جزء من الثانيه. هاد الملايير ديال الاطنان ديال الماده باش كيصطدموا مع القلب ديال النواه كيتبومباو كيرتدوا بشكل عنيف، وتما الطاقه ديال هذا الارتداد الرهيب كينتج عليها احد اعنف الاحداث في الكون، انفجار السوبر نوفا. كنا هضرنا على انفجارات السوبر نوفا في واحد الحلقه سميتها حنا وليدات النجوم اللي كنا شفنا فيها صور حقيقيه ديال بقايا السوبر نوفا. هذه الانفجارات كتشتت العناصر الثقيله ديال الماده في الكون وجميع العناصر الثقيله اللي على الارض بما في ذلك العناصر اللي كتكونك انت ولا انت تصنعوا في هذه الانفجارات الرهيبه ديال النجوم. اذا كنتي ديجا شفتي حلقه حنا وليدات النجوم عاود شوفها باش تسالي هذه الحلقه باش عرفتي دابا شويه اكثر على كيفاش كيطراو هذه الانفجارات. بالنسبه للنجوم اللي بداو بقل من 20 مره الكتله ديال الشمس، النواه ديال النجمه كتكدس وضغط انفطار الالكترونات ما كيبقاش قادر انه يقاوم الجاذبيه. الالكترونات والبروتونات اللي في النجمه كيندمجوا كيتحولوا لنيوترونات، والنجمه في هذه الحاله كتكون مكونه اساسا من حساء ديال هذه النيوترونات اللي هو اكثر ماده كثافه في الكون. الماده في هذه النجمه كتكون كتخضع للمقادير الرهيبه ديال الجاذبيه وكتكون مشدوده باخر خط دفاعي اللي معروف في الكون ضد الجاذبيه واللي كيتسمى ضغط انفطار النيوترونات، نيوترون ديجنريسي بريشر. باش تاخذوا فكره على مدى الكثافه ديال الماده اللي مصوبين منها هذه النجوم، معلقه صغيره ديال هذه الماده اللي مصوبين منها هذه النجوم الكتله ديالها 10 مليون طن. 10 مليون طن في هذه المعلقة هذه الصغيرة.
بالنسبه للنجوم اللي بداو باكثر من 20 مره الكتله ديال الشمس، وهنا كنهضروا على النجوم اللي تقدر توصل ل 200 300 مره الكتله ديال الشمس. صور تشد الكتله ديال الشمس اللي هي جسم هائل رهيب وتضوبلها 300 مره. اثناء الموت ديال هذه النجوم العملاقه، الجاذبيه كتغلب على جميع الخطوط الدفاعيه المعروفه في الكون. الجاذبيه كتغلب حتى على ضغط انفطار النيوترونات، والكتله كامله ديال النجمه ما يمكن ليها تمشي الا الاتجاه واحد، مركز النجمه. اذا كنتي هنا ما يمكن لك تمشي الا نحو المركز، اذا كنتي هنا ما يمكن لك تمشي كذلك الا نحو المركز. الماده ديال النجمه كامله كتجمع في نقطه رياضياتيه واحده ما عندها اي بعد، الحجم ديالها صفر. النقطه اللي الكثافه ديالها هي لا نهايه. لا نهاية هي مفهوم رياضياتي اللي ما معروفش اصلا واش عندها وجود فيزيائي حقيقي ولا لا، وهادشي اللي كيجعل العلماء انهم يعطيو اهمية قصوى للثقوب السوداء، حيتاش الثقوب السوداء هي واحد البلاصة اللي معروف انه القوانين ديال الفيزياء بحال اللي كنعرفوها ما كيبقاوش يشتغلوا فيها. في حلقة قادمة غادي نشوفوا رحلة علماء الفلك في اثبات الوجود الفيزيائي ديال الثقوب السوداء، غادي نشوفوا كيفاش هاد رحلة البحث توجت بأحد أروع الصور في التاريخ الحديث لاستكشاف الكون، شنو كتعني هاد الصورة، وغادي نشوفو علاش الثقوب السوداء هي بوابة للعلماء نحو مستقبل الفيزياء. السلام عليكم، نتمنى تكون الحلقة عجبتكم. هاد الحلقة وحلقات أخرى في هاد القناة كياخدوا مقدار كبير ديال الوقت وديال الماتريال للإعداد، والطريقة الوحيدة للإنتاج ديالهم اللي عليها العمدة هي الدعم ديالكم عن طريق موقع باتريون. ما تنساوش كذلك تضربوا طليله على سلسله ديال الفيديوهات ديال اللقاءات مع علماء ديال الطبيعه اللي مازال غادي يجي فيها الجديد قريبا ان شاء الله. التفاصيل على احتضان ديال القناه في موقع باتريون موجودين في الرابط اللي محطوط في الديسكريبسيون، patreon.com/najibm. بسلامه والى الحلقه القادمه.